على كوبري 6 اكتوبر انا شفت غزل متحير اشجع سيدي نعم بكره راح يرجع قايله يمرق مطرح ما كنا عشقك عذاب وطن وعشق عذابك انا يا بحري مالوش نهايه قلبي ملاح وحكاية امرك يا جميل وطرابلس يا أرض النور وملأ خير السبع بحور طرابلس يا أرض النور ملأ خير السبع بحور مع خيات صيدا وسود وبيروت وجني وجبين وليد توفيق فنان لبناني تخطط نجوميته مساحة الوطن ليتكرس على مدى سنوات طويلة حالة فنية راقية ونجم عربي لمع بالسينما المصرية وعلى مسارح الأغنية بكل الوطن العربي مسيرة طويلة ورصيد كبير من الأعمال الفنية يلي دخلت ذاكرة المشاهد العربي بحلقتنا اليوم مع ميشيل حوراني رح يخدنا وليد توفيق برحلة على ذكريات الطفولة والنشأة بطرابلس المدينة يلي بنى فيها أحلامه قبل الضوء سبحان الله جيت على طرابلس حتى أصور بهالحلقة الأماكن اللي عشت فيها واللي كانت طفولتي فيها وذكرياتي وأحلى أيام حياتي لقيت كل شيء تغير ما عاد موجود الأماكن فقلت أحسن شيء رح أجي على المسرح اللي كنت دايماً أهرب لعنده وأحضر أفلام السينما هون وأحلم بحياة فنية مثل ما أنا بتمناها فقلت أحسن شيء أجي على المسرح تتذكر ذكرياتي وطفولتي جاهز؟ أكيد يا ميشيل يلا تفضل خلينا نبلش بأول صورة بتخطر عبالك من طفولة طرابلس تعرف هون نحن هلا على التل وهذا كان أحلى مكان بطرابلس هي ساعة التل مشهورة صحيح وهيدي السياحة كانت مليانة اشياء حلوة كتير طبعا انا هلا انصدمت شوي وقت جيت الملامح كلها تغيرت الدنيا كلها تغيرت مع انه ما فتكون لأحسن لكن تعرف الحرب اللي صار والامور اول صورة صورتها هون على التل انا كنت اشتغل لانه كان في هون شركة فيليبس على التل لحبيب شارتوني حبيب ما بقى اتذكر فكنت اشتغل هون فطلعت مرة عم يبيعوا شاي برا او زبادي لبن والله ما بقى اتذكر كان في مصور اخذت الصوره وشربت الشاي بالساحه برا من هالمكان من هالمكان هلا نحن هون لانه تغيرت الاماكن كثير بس الذكريات ما بتروح تغيرت ذكريات جواتنا ذكريات عمر لأنه طويل لانه هالاماكن بقلبنا وهي السينما بالذات انت هلا هون هاي السينما كانت ملجئي الوحيد طبيعي انا بعشق السينما من صغري ملجأك والضوء والضوء اللي اطلقك للفن رح نوصل له اكيد بكلامنا دائما اجي احضر افلام هون وكان احلى شيء فوت معي سندويشتين فلافل وقنيت بيبسي كولا والسيجارتين من وصيلك هلا وصيت الطبال هلا حجاز بتعرف شو كنت انبسط بالسيجارتين مالبورو انا وقتها كانوا شغله بس لو يعرفني بيي كان كسر لا ما إيه ما عم ندعي للتدخين لانه بيي عم روج للتدخين لانه بيي كان هون برا كان رقيب درك كان ماسك التل كله هون فالكل عيطولته فيه أفندي فهالمكان أنتو نقيته أحلى مكان
أنا بحياتي بتذكر اللي بيقدر يكون هو محور محور حياتي محور. طيب بدنا نبلش من هالحياة قبل الضوء. رح نروح عند وليد توتنجي مش وليد توفيق وما زلت وليد توتنجي اللي هو هالشاب ابن طرابلس ابن هالعيلة. إذا ما نروح على وليد توتنجي أي طفل كنت؟ لكن طفولتي غريبة يعني طفولتي أنا اخترتها من غير يعني أهلي كان كتير كنت مدلل. أنت الوسط؟ أنا الوسط من عائلة من سبع إخوة؟ بنتين وخمس شباب لله. أوكي. أنا في فواز قبلي مروان أنا بالنص كنت بعدين غسان بعدين توفيق. من صغري أنا كنت كتير مدلل مش أنا الناس كانت تحبني كتير. هيك كانت تحكي محبوب. لأمي حتى عندك الجيران. حضور حلو الجيران يخطفوني غني صوتي حلو عندي كاريزما هي بقولها دايما أنا الكاريزما بتخلق مع الإنسان ما فيك تصنعها أبدا فأنا مدلل عند الناس لكن أنا ما كنت مدلل أنا كنت حب أشتغل تجاه حالك إيه لأنه شفت الحياة إحنا عشرة بالبيت وشفت أنه بي الداعم متعذب لحتى يقدر يكفي مع أنه ما حرمنا شيء بحياتنا أبدا قلت لا بدي اختار اني اشتغل فمن هون طفولتي شوي كانت كلها شغل الا انا وصغير يمكن شوي هيك طفوله مبكره راحت على الشغل كمان هلا رح نرجع نعمل هالمشوار نحن قاعدين هون هلا وليد بس نحن بدنا نعمل ايه طفولي هيدا المشوار طفولي بتاخذ العقل من نوع محبه الناس لي امي واهلي كلهم بدللوني حتى عندي ست كان اللي قرب علي يتدي علي ما بعرف ليش عندي هالشيء هالقد عندك هيك هالحضور وهالهالي المشوار اللي بدنا نعمله هلا فكريا بدنا نعمله اذا بدك داخليا مشان هيك هلا بدي اطلب منك لانه لازم نرجع على البيت على طفوله البيت ولو البيت بطل موجود بالمعنى الحجر بس فينا نرجع على ذكرياته بدي اطلب منك توقف اوكي يلا. بطلب منك تغمض عيونك نعمل رحلة هيك بالذكريات أوكي وليد حواسنا الخمسة مرتبطة بذكرياتنا إذا هلأ بدي روح معك على كل حاسة لوين تاخدك على ذكرى أو صورة من طفولتك وتحديداً ببيتك مع عائلتك إذا مروح على حاسة السمع على أي صوت بتروح هلأ طبعاً كنت دايماً أصحى ونام على صوت أمي أمي الحجة كانت صوتها حلو كتير وكنت دايماً بس بدي روح على المدرسة هي عم تلبسني هي عم تعطيني الترويقة أخذها معي المنقوشة okay. وهي عم تبوسني حتى صوتها دايماً كان عم بغني لأم كلثوم ليلى مراد كل أغاني سعاد محمد وبتذكر بالضبط بي كان بالليل كتير يحب عبد الوهاب فكل الأغاني كانت بدنية دايماً هالأصوات ملهمة كانت لألك ملهمة جداً وهي التي علمتني يعني حلو كتير إذا ما نروح على حاسة تاني حاسة النظر على أي صورة أو منظر بتروح دايماً بتروح على صورة بيي بيي رجل كان محبوب كتير وكان بالدرك وكان وقفته على التل سموته فيه أفندي كان جسمه حلو كتير رياضي كان وكان يحبون الناس كتير وكان الناس وقت ينزل على البحر كتر ما جسمه حلو اتذكر يطلعوا فيه ما كان درج كتير الأجسام الرياضية إلا نشوفها بالأفلام كنا فكان عنده هالميزة هو كتير وخاصة بس يلبس البدلة وقديش كانت هالبدلة قديش كانت إلها قيمة وقديش كان الناس يحترموها وأتمنى يرجعوا الناس يحترموها لأنه هيدي تاريخنا وقيمتنا وكرامتنا okay. إذا ما نروح على حاسة الشم على أي ريحة بتروح؟ طبخ أمي أكيد الله طبخ أمي كان أطيب أكل لغاية هلا بلف العالم كله وإذا بأكل أكلة طيبة من إيد زوجتي بلا بتذكريني بأكلات أمي حتى كل إخواتي ما عم يطلع طبخهم مثل الطبخ الحاج 100% فعلى طول بيروح حاسة الشم لطبخ الوالدة سهام وإذا مروح على حاسة التذوق كمان على الطبخات أو بتروح على طعمة معينة؟ التذوق ما فيني ما أروح عند الحلاب أوه.
والعرجة عطرابلس. كنت حب الحلو كتير، وأي وقت كان فرصة تجيني حب المفروكة كانت اللي بحطه وجه هاي وحلوة الجبن، فهذا ما بقدر أنساه، لأنه لو ما بروح أنا بيطلع كلامي مزبوط. مع احترامي لكل محلات الحلو، دائما بيقولوا حلويات طرابلس هي أطيب حلويات. بالفعل الحاسة الأخيرة، حاسة اللمس، على أي ملمس بتروح؟ هيك عم توقعني بمشكلة هلا أنت. شي ما بينقال. منروح على اللي بينقال. لا، اللي بينقال هو لمسة العود، اللي كنت أنا ما كان معي اشتري عود ولا أخذ درس عود. أوكي. فكنت بالزهرية، كان أستاذي أمين عزار خوري، كان ضرير الله يرحمه. صحيح. فكنت أوقف قدام الواجهة، لأنه ما بيستقبل حدا هو إلا ما يكون المبلغ موجود لحتى يحطه بإيده، يعرف إذا سلمه باليد. باليد بيفتح الباب وبيدخلك وبيعطيك العود وبيعطيك الدرس. فما كنت أقدر إلا أصريت أني بلش شغل، وفعلا بس بلش الشغل رحت لهونيك، وأول درس خدته بتذكر وقت لمح لي كلمة، كنا ثلاثة عم نعزف عود، قال لي أن اللبيب من الأشارة يفهمه، وصار في علاقة حب وود بيني وبينه مش طبيعية، مثل أب وابن يعني. فكان دايما بس يجي يعطيني مفاتيح الواجهة ويقول لي عزيف اللي بدك إياه، وبلش يخدني على كل الحفلات. فهذه اللمسة اللي كنت بلمسها بعد حاضرة، بعد حاضرة هلا. شو حلو، بتركك مغمض أو متفتح؟ بعدني مغمض. حسك مبسوط؟ رحت لهونيك عن جد؟ هالقد انسجمت، اندمجت؟ أكيد. عم تاخذني على أحلى شيء بحياتي. عظيم، رح نكفي كل حكيتهم، رح نكفي الرحلة عليهم. قول يلا. برجع غمض؟ لا، بنرجع بنقعد. لشو أكتر شيء مشتاق من طفولتك؟ لحضن أمي طبعاً، وريحة أمي وبيي، وقعدت إخواتي كلنا هيك مع بعض، لأنه الأشياء هي اللي بتعيش جواتك. كل ما بتكبر كل ما بترجع لورا. صحيح. بتشوف قديش كان في بساطة، قديش كان في حب، قديش كان في بركة. بركة. خدنا على البيت هيك عند الوالدة أكتر، عند الوالد، هالطفولة، هالشاب الطرابلسي اللي راح على الشغل عبكير، البيت شو عطاك؟ عطاني تربيتي، اللي هي اذا بدنا نقول هالتربيه كيف تربيتي اني اكون مهذب ومحترم واحترم القيم، القيم اللي انا ربيت عليها، اللي بعتز فيها، واللي انا بنصح كل اب وام قد ما تعلموا برا، اذا ما تعلم ببيته ما كانه تعلم شيء. لانه المدرسه الاولى، المدرسه الاولى هي المدرسه اللي بتخليك ما تكون متعصب، بتكون مش متطرف، وخاصة إذا كان الأب منفتح والأم منفتحة، والحمد لله إحنا كنا هيك، والدتنا ووالدنا كان منفتح هيك. أي أغنية بتروح عليها من البيت ومن الطفولة؟ كانت أمي تغني كتير. إذا هلأ هيك بذاكرتك بترن أغنية، كانت تغني هو صحيح هو غلاب لأم كلثوم. أوكي. بالدندنة أنت هيك؟ أكيد بحافظها، من حافظها من والدتي يعني. أكيد. إني هلأ دندنة. إيه؟ كان في مقطع بحبه، قال يا قلبي آه الحب وراك، يا قلبي الحب وراك، أشجن وألم واندم واتوب، وعلى المكتوب ما يفيدش ندم ترم. بس يعني ربيان بالأصالة الفنية، يعني على الصبا، يعني انه عم نحكي طبعاً. عم نحكي ذوق موسيقى رفيع. عبد الوهاب 24 ساعة وديع الصافي. اوكي. طيب الموسيقى رح نحكي عنها، دراستك الموسيقية لأنه هي جزء أساسي، كيف نميت موهبتك، الشغل كمان حكيت أنك باكرا رحت على الشغل. حابب هيك نروح أنا وياك على مطرح كلنا بنمرق فيه وبحبوا يعرفوا الناس أنه هالفنان كيف كان بالمدرسة. إذا هلا بنفتح دفتر علامات إذا ما نحكي كل شيء أنا وياك بدنا أربع حلقات. يلا نحن بنحكي الزبدة. إيه نحن أنا كنت هلا إذا بنفتح دفتر العلامات، كنت ولد مشاغب شوي بالمدرسة.
شوي او يعني شكلك اكثر من شوي؟ يعني كنت انا الليدر دائما بالصف، انا الليدر بالباص. احنا رايحين مثلا على طرطوس كان ياخذونا او على بعلبك او على رحلات، انا الليدر، انا ماسك الطبله وعم غني يغنوا وراي. من وقتها صار عندي شغف اني اتعلم الموسيقى مثل ما قلت لك، وكانت السينما هي ملجأ الوحيد. كنا مش هناك بتلاقي ليك دايما بتلاقي طرابلس، بيروت، صيدا، بتلاقي بيئتهم، لانه ما علمونا بالمدارس لا الدبكي ولا الموال اللبناني، نتعلم كنا من الراديو نسمع فيروز قصص اللي بتنسمع او اللي لكن بتنحضر. فنيا كنا كثير معلقين بالافلام المصريه، يعني عبد الوهاب و القصص اللي بتنحضر بالسينما. بس اذا بنرجع على المدرسه، التلميذ، هلا نفوت على المدرسه، اعتبر انا وياك هلا ما كنت فتحنا يعني باب مدرسه النموذج، النموذج اللي بحبه، فتحنا هلا الباب انا وياك وفتنا، مع انه انا ما عدت كثير، انا طلعت من صف ثاني او ثالث، ما عدت فتره طويله. بس هيك ابرز الصور من المدرسه كنت اغني على الطاوله على طول، على طاوله طابقه الاستاذ يكون عم يعطي الدرس او عم يكتب، انا ماني معه بغير عالم، انا بغير عالم، يا عم بتطلع بالحيطان، عم بفكر بفيلم سينما. على طاولة الدراسة كنت قاعد غني الغنية اللي فتت حضرتها مثلا من عبد الحليم او من حدا، عم دندنها طول ما قاعد، يطلعوني برا، اطلع برا، اطلع برا، اوقف برا، انبسط، افركها، روح لوين؟ على العود، ما تفرق معك خلص، انت بالعكس يمكن ناطر مع اني بندم كثير لو قدرت كمل العلم. وانا بنصح كل انسان موهوب، العلم هو ثقافة بتاخذ العقل. رجعت انا الحمد لله خلال شهرتي كملت شوية علم، كملت دراسة العود، كملت الموشحات، لأنه هيدا بيعطيك أرضية قوية كتير بحياتك. ما في لحظة من المدرسة هيك بتعني لك بتحبها؟ في مدرسة جنبنا مدرسة بنات، ونحن النموذج صبيان لحالنا كنا. كنت أطلع في بنت تلفت نظري حلو كتير، وما بسترجع أحكي معها، بترابس وبيضربونا وهم كانوا. قصة صعبة. صعبة. فكنت الحقها من بعيد لبعيد. من بعيد لبعيد. أمشي وراها من شارع لطيفة لغاية أول باب التبانة، يعني مسافة، مسافة اللي ما بيعرف هي مسافة، إيه؟ بس اطلع فيها، اطلع فيها فعليا من بعيد لبعيد، يعني حرفيا تطلع هيك تضحك لي وأنا أضحك لها، هيدا حب عذري 100%. ما تقابلنا بس هيك كنا نظرات. إيه نظرات. والمدرسة خلص بوقت مبكر أنت أخذت قرار شخصي أو كانت لحظة تقول أنا أخذت قرار صائب؟ لأنه ما في كفي علم بي، إحنا 10 وبي بالدرك ومنو حرمنا شيء، لكن بدك تكون عم تأمل لك كتبك ودراستك وجوك. وفعلا جيت عند الوالد قلت له، قلت له، قال لي يا بتشتغل يا بتعلم، قلت له بدي اشتغل. وطلعت على الشارع بالمعنى الشغل، يعني على الشارع، حطني على كل فيليبس، المطارح، على فيليبس، وابعد من هيك من اول يوم. انا ومعلمي صرنا نقلب الراديو. الراديو كان كبير زمان. اوكي رايح تشتغل انت، يعمل طريقه ما ادري كيف، يحط الامبليفاير هذا المايكروفون وصير امبليفاير، قاعد نغني طول الحشد، اطلعوا برا. من اول مره قال غني بالطريق ميشيل. خلص فعلا الفنان كنت ذاك مسكون، يعني بيخلق من بطن امه بالموسيقى، لك بيخلق من بطن امه عم بغني. طيب. او خبريه الشغل، امشي بالطريق يا ما يضربني بي، اوقات عيب غني بالطريق، عيب. ايه امشي بالطريق غني. والفن كان في نظرة كمان ما ننسى، هي نظرة كانوا ايه اهلي مش هالقد نظرة جيدة للفنان. بي كان متفهم، امي كان ضد، لانه كانوا يشوفوا ان في مطربين بطرابلس واصواتهم جميلة جدا، رياض الساعاتي كان وما بعرف مين، ما معهم حرام يشتروا عشاء، فما كان يطعمي الفن اكل. صح صح. فالام او البي بدهم يطلع مهندس، يطلع مشتغل، فكان هيك اثبتنا لهم انهم بطعم ذهب. هيدا المرحلة اللي بعدها عبكير انت، يعني الضوء اجا بكير على وليد توفيق، هيدا اللي بدنا نحكي فيه. هلا بنرتاح شوي بهالاستراحة ومنبلش بصندوق الطفولة لنشوف شو مخبي. قبل صندوق الطفولة بدك شغلة مهمة كتير، اللي هي ربنا سبحانه وتعالى إذا بده يوفق إنسان بيبقى كاشف له كتير أشياء. يعني أنا كنت روح على الشغل على البسكليت، كنت ما كان بعد عندي سيارة، حط خيي قدامي غسان الله يرحمه، وحط السيبة على ظهري، سيبة تبع السلم، والشرايط كلها والبنسة هون، وأنا وماشي على البسكليت نمرق من هون من التل نشوف السينمات هي كلها عليها أفلام سينما، الأفيشات. قل له بكرة يا خيي بإذن الله حتشوف صوري هون. يقول لي بس بقى لك يا وليد، شو بيك، شو عم تحلم أنت؟ قل له أنا عم قلك وتذكرني حتشوف أفلام سينما لألي معلقة. كان عندك هالرؤية أو هالحدس أو هالإيمان بحالك؟ عارف حالي، الله مورجيني كل شيء.
شعرها الأسود أسود ولا متلو كحل الليل، لما عن جبينه بيحرق بيضوي نجم سهيل. بعد كان في طير صغير من شجرة لشجرة بيطير، ربيان بحضن الوادي تجي نقسيم القمر نصي وإنتي نص، تجي نقسيم عالشجر عارفين أسامينا وما. شو رح نلاقي؟ نجرب صندوق الطفولة؟ هتلاقي شيء، هتلاقي بس روحي هون، روحي هون مخبئة اللي هي أنا، بس ما في شيء بقي من طفولتي أنا، وأنا كنت كثير مقصر، ما كنت أتصور كثير بطفولتي ولا أحتفظ بأشياء. نفتحه؟ هات لنشوف. ما في شيء، فارغ، في ذكريات. طيب شو رح نعمل أنا وياك؟ خلي خليه بدنا نعبيه. أوكي بدنا نعبيه من هالذكريات. هالصندوق دائما بيحمل اغراض من طفولتنا، من طفولتنا المبكره، من اهلنا. هلا لو انا وياك بدنا نقول شو كنت بتحب يبقى من اغراضك؟ كنت بحب شغلي نحطهم هون. بحب كثير كنت اهرب على السطح، ما معي جيب عود، فجبت خشبي. اوكي. وجبت علبه سردين غسلتها مزبوط، دفتها بالخل ودقيتها على الخشبه وحطيت مسامير وحطيت وترين نايلون تبع الصيد جبتهم من المينا مطرابلس، وجبت ريشي صرت اعمل تم تي تم تي تم 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 تم. هيدي اول نوتة، اول نوتة لأعزف موسيقية. كنت بتمنى لو احتفظنا فيه. انا شوي قليل خصيب بلاش، ما كنت فكر فيه بالاحتفاظ بالتفاصيل. طيب لو ما نحط هيك اي غرض من الست الوالدة شو كنت بتحتفظ؟ حب الغطا تبع راسها قد ما كانت ريحته طيبة، وكنت محتفظة فيه دايما هو هذا، وكنت أنا نحب دايما نشمها هيك من راسها بسبوسة ودعها دايما هالبركة. الله يرحمها. الله يرحمها. غرض من الوالد شو كنت هيك بتحب تحتفظ؟ من الوالد، من الوالد كنت بتمنى لو بقيت بدلته العسكرية. أنا هاي البدلة بنحني قدامها دايما، إن كان جيش أو درك أو دفاع مدني أو أمن عام، لأنه ما بقى عندنا غير هالبدلة يعني شيء. إن شاء الله يا رب نقدر نحافظ عليها ونضلنا محافظين عليها هيك. إيه بتمنى كانت لو خليت بدلته قد ما كانت البقله، قد ما كان البقله لبس العسكري. يلا هول الأغراض صاروا موجودين. أوكي. لأنه هن بكل الأحوال هن موجودين بقلبي طبعاً. وهذا الأهم. بس هلأ نحن شفناهن نحن وياك، المشاهد راح معك هيدي الرحلة. منسكر ومنكفي هالرحلة اللي عم نعملها أنا وياك، مثل عم نعمل فلاش باك. عم نرجع على الشوارع، على البيوت، على المدرسة. حابب أرجع شوي على الشغل. هالشاب هالولد الصغير اللي طلع واشتغل، بدي روح على أول أجر قبضته بأول شغل اشتغلته. أول أجر ليرتين. أوكي. وين كان هالشغل؟ كلنا نروح شباب من المدرسة طلاب، كانت تيجي بواخر على المينا تنزل أغراض على الرصيف، أشياء بسيطة مثل هذا يعني. فنروح هون كلنا أربع خمس شباب أصحاب، كنا نشيل الغرض من هون نحطه هونيك. عرفت شو؟ ساعة ساعتين يقبضونا كل واحد ليرتين. هي اليومية. إيه ليرتين. هي أول يومية. أول ليرتين أخذتهم. شو انبسطت؟ شو يعني صرت أركض من المينا لشارع عزمي وأنا عم كسر القصب على الطريق قد ماني مبسوط. حاسس كنت يعني بشو؟ حسيت خلص معي مصاري يعني وبدت الخطوة اللي أنا بدي إياها، إنه الحياة تبتدي بخطوة أنت بدك تجيب. طيب. أنت بدك تتكع حالك. هالليرتين اللي كانوا هيك كمان أول خطوة تجاه استقلالية مادية عند هالولد، يعني شو عملت فيهم؟ كان عندي شغلتين، يا بدي أروح أدفعهم درس عود، يا بدي أروح أجيب لأمي. كل ما كنت أمرق من التل كان في كويك ساندويش، اول ما نزل الفروج هذا اللي بيقلب بيعرف شو. ايه كنت اطلع فيه ما معي اشتري لامي، فيني اخذ سندويشي بس ما فيني اشتري الفروج. فروج كامل اكبر واغلى. اول شغله عملتها اشتريته
وركت ركض من التل لشارع عزمي. الله. كان بي مسكننا هونيك الله يرحمه. طلعت سبع طوابق وفت لعندها. كنا على الطبلية بعدنا. ويا محلى أيام الطبلية. فردت هالفروج هيك مع التومات ومع البطاطا وصرت عمية بيدي. هذا ما بنسى النهار. شو حلو. لغاية ما موت. وتقول لي يا أمي تمسك التراب يصير ذهب. الله يحبب خلوفي. هيدي كانت هيك انطلاقتك هي بعالم الشغل ببركة كان أقوى. الوالدة غير موهبتي وغير شخصيتي وغير الكاريزما اللي عندي كان الرضا هو اللي دايما صحيح مرافقك ودعمك طبعا. رحت على شغل أساسي يمكن في كتير ناس ما بيعرفوا أنك كنت بتشتغل بالكهرباء تمديد كهرباء وهيدي صارت مهنتي وصرت مقاول كبير يعني خلال سنة كل أهلي بيعمروا أنا صهري بيعمر أولاد عمتي بيعمروا كلهم استلمت الورش أول ورشة خافوا يعطوني إياها عم نحكي نرجع نذكر أنه بعمر تحت 14 15 16 هذا العمر بلشت فيه بال 16 بلشت بدي أخذ على حسابي الشغل فصهري عز الدين المير من أكبر مقاولين هون بطرابلس الحاج عز الدين رحت لعنده قلت له أنا بدي ورجيك بنية أنا ضويتها أنت قبل هلا خفت تعطيني بنية أنا أشتغلها بنية يعني حوالي 14 شقة قال لي هاي الكهرباء مش تعبي مش لعبة ايه قلت له طلع معي بالسيارة كنت أول ما جبت عربية فيات حطيته جنبي وطلعت على أبو سمرة نحن بالمقاولات لما بتخلص البناية لازم تضوية كلها لازم تضوي بالليل تيتأكد صاحب العمارة صارت جاهزة صالحة للاستعمال وأول واحد ركب الانترفون بطرابلس فطلع مدهش يعني بهالعمر 15-16 سنة قال لي يلا تعال عندي بنايتين طالعين لحاطيك هون أول بنايتين خدتهم بشارع الثقافة جنب نادي أسعد عبد الله حمصي الله يرحمه فرقة الفنون الشعبية صحيح خدت البنايتين وانطلقت صرت ماسك شي حوالي 12 بناية يعني وحققت هيدا الحلم الشخصي انك خلص. كمان اهلك وعائلتك والوالدة طبعا كل انا بدي اقلب لك كله تغير حياتك كله تغير باذن الله وهيدا صار طب الشغل ما سحبك وما سرقك من حلمك الفني مشان هيك كنت مقابل هيدا الشيء تروح عند هالاستاذ الضرير كان عندي اربعه بيشتغلوا معي وزعن على الشغل اعطي الاشي الصعب اللي قالي خلصها وقولوا لعند امين عزهار اللي ما بنسى حياته ولا بنسى لمسة ايده على العود مثل ما خبرتنا بفقرة الحواس كيف انه اول لحظة هيك لانه ما بيقشع أكيد. فكان الكونتاكت باللمس بسلم عليك مرة ميشيل تاني خلص. مرة بتيجي بقولك اهلين يا ميشيل وكان امله يفتح هو عمي عمره 7 سنين كان يعزف اكورديون وبدي اقول شغلة كل موسيقيين بيروت وطرابلس كانوا يجي يتعلموا عنده الاغاني بغرفة خاصة خدنا لجوه شوي على العالم وشو عشو شهدت جوه عالمه كان بقى نابغة يعني كانت تطلع غنية أم كلثوم الليل اليوم بتعرف الضرير بيكتب بالحاسة الكتابية هاي كان يقعد بالليل يكتبها تاني يوم يكون حافظها تالت يوم يكون عم يعزفها كل الموسيقيين فهو كان من أهم الموسيقيين هو وبعدين عندك راشد عز وكان هن اثنين بطرابلس بس هو كان شغلي بعدين كان أمل يفتح وسافر على أمريكا بالحرب وانا عندي حفله كبيره باتلانتيك سيتي كنت فيما بعد يعني بس انشهرت طبعا انشهرت كثير فتلفن قال له انا بدي اشوفه فلما قال لي امين عزهار ما صدقت اجا لابس البابيون والبدله السوداء وشعره ابيض هو وقال لي انا لي الشرف انا اقدمك على المسرح وطلع على المسرح الاستاذ رجع قدم تلميذه وما فتح اوكي عمل عمليه ما فتح قال له كان لي الشرف مسكت صوابعه وعلمته العود لن أنسى أمين عزهار بحياتي هاي المدرسة الموسيقية هاي مدرستي الأولى الأساسية أكيد إذا عم نحكي عن الضوء مثل ما قلنا وليد توتونجي كان وليد توفيق قبل ما يصير باستوديو الفن يعني قبل الشهرة الكبيرة في شهرة محلية أنا بي توفيق صحيح وليد توفيق توتونجي مشان ما يعرفوا اهلي حتى اختار شو بدي اسمي حالي انا لحالي كل شيء عملت بحياتي هذا وعيك عبكير اي وليد كذا وليد كذا وليد كذا بعدين قلت لكم وليد توفيق حلو عنده رنت واسم بي بفتخر فيه انا ما حقول توتونجي فسميت وليد توفيق صرت غني بالاعراس هون وهيد دولة صغير بلش محليا بس اهلك مش عارفين امي تعمل استقبال كل يوم تنام تعرف هون بيعملوا اراجيل جمعه ستات بيجوا التنين لعند بعضهم فيقول يا أم فواز في ولد صغير هيك يمسك العود
وبيغني اسمه وليد توفيق وبصير يحمر وجهه وشو لذيذ الولد. ما تعرف مين امي، ما عرفت لما شفتني بالتلفزيون باستديو الفن. هيدي اللحظة اللي اصلا اطلقتك للضوء، هلا بنحكي عنها كمان، بس هي خلت اهلك يعرفوا انه انت اخذت هيدا الخط. كان كله بالسر، ما تركت شغلي ابدا لغاية ما بلشت اشتغل حفلات ويجيني مدخول. سلمت الشركة لخي غسان وقتها. ذكرت كمان عبد الله حمص الممثل اللي اشتهر بشخصية اسعد، كمان كان عندك مشاركة بفرقة الفنون الشعبية؟ طبعا كان، انا دخلت بالفرقة لانه بي امن اني انا فوت على هالمكان قد ما كان لائق مرتب. لا يكون كلهم شباب معروفين ولاد عيال يعني. فدخلت بالفرقة اعزف عود كل يوم هناك، ونعمل يوم الخميس سهرة ترابلسية. اوكي. وبلشت هناك شوي 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 شوي. كان التمهيد، تمهيد هذا كله كان عم بيحضرك، عم بيجهزك. بس هيدي اللحظه هي اكبر مدرسه عندي انا، يعني اذا بالنسبه ابو رشيد كان بيت الوالد لالي اللي هو اسعد عبد الله حمص الله يرحمه، ترابع عبد الله. وكلمات اللي قال عني ما بنساها بحياتي، الله يرحمه الله يرحمه. الضوء الكبير على وليد توفيق هو استوديو الفن ب 73. هل هي كانت خطوه كانت بالصدفه او كانت في تخطيط لها؟ شوف انا كنت بلشت انضج فنيا كعازف عود، بلشت اسمع، ما كنت انا ما دخلت معهد ولا بعرف الا اللي علمنيهم امين عزار واللي حفظتهم من امي. لما اجى استوديو الفن وعرضوا الشباب علينا ننزل مع اسعد وقتها اللي هن بالفرقه، اللي بالفرقه وعبد الله حمصي قال يلا ثلاثه بتنزلوا انتوا واللي الله بيوفقه ما بيترك الثاني. وهذا اللي صار. كان معي عبد الله محمد بغني فريد الاطرش بياخذ العقل، كان معي عدنان علام بغني صباح فخري. انا اقل واحد كنت كصوت يعني وكغناء. ايه ما كان عندي، ما عندي اساس الا اللي بعرفهم هيك شيء بسيط. بس انا اختياري لعيون بهية كان في حفله بطرابلس هون لفرقه رضا، وكان محمد العزبي المصريه، محمد العزبي عامل بليغ حمدي لحن له بياخذ العقل اسم عيون بهية، وكان يرقصوا عليها فرقه رضا، وانا ما كان معي فوت على الحفله. جبت مسجل صغير وقعدت ورا السياج وقعدت كل الليل ماسك الميكروفون، سجل الميكروفون وعم سجل البهيه والمواويل. حفظتهم ونزلت لما قالوا تفضل. وقتها زنردي حبيس قاعد وسعاد العشي، والله ما بقى اتذكر سيمو اسمر، سيمو ما كان، ما كان في ثلاثه قاعدين. فدخلت انا هيك مشمر وقميص عادي يعني، وصرخت بهيه عيون بهيه، طلعوا ببعضهم قال فيك تصور بكره؟ قلت له بصور بكره طبعا. وهيدي كانت الانطلاق اللي كل الناس بتعرف فيها، اللي منا رحت على مصر على السينما المصرية والشهرة العربية والعالمية. إذا بدي أرجع لهيدا السؤال نفسه، إذا كانت صدفة أو اختيار، فيما لو ما كان استوديو الفن هيدا نفترض، ما كان فارقة معي. كنت قايل له نازل أنا بحب الفن ورح دل أعزف عود ببيتي مثل أي إنسان بحب الميوزك بحب العزف، وإذا الله وفقني نجحت يا رب. تلقي ريحتها بخور تنفخ تنفخ عالبابور كلساتا أسود مكروه، ويرحم أيامك يا ست. تعرف ميشيل، هلأ إجت براسي هيك ذكرى حلوة كتير. زي أنت لما بتعمل أول مسلسل بحياتك بدك تشوفه، صحيح، فبدك تدور وين بدك تشوفه. ما كان في إلا صعوبة تتلقي، ما كانت الفيديو يعني. فأول تسجيل سجلته أنا بعد بهية طبعا، سجلت أغنية من ألحان الله يرحمه اللي بوجه لروحه تحية كبيرة رفيق حبيقة، صحيح، هذا الموزع والموسيقار اللي أنا بعتبره مظلوم إعلاميا. هذا عطى قيمة للأغنية من بعد الرحابنة بتسجيلها مع عبود عبد العال في الاستديوهات. كانت تسجل طبل وزمر وعادي، بس أول ما عمل لي غنية صعبة كتير اسمها يا زارعين الورد عيني على وردة، كلمات ميشيل طعمي. فطلعت من نبيل ممتاز، انا بدي اسمع الغنية، بدي اسمع كيف مسجل صوتي باستديو. طلعت وقتها حطيتها، بتذكر ابن خالتي كان معنا بالسياره واخي فواز، حطيت الكاسيت، كان ايام الكاسيت، وخدت سياره نزلت على المينا اللي بعد محافظ المينا على رونقها القديم. فكان احلى شيء بحياتي احط الاغاني وروح على هالكورنيش واسمع كيف عم غني باستديو وننبسط. حتى بتذكر صرنا نزقف بالسيارة، وكانت فرحة ما بعد فرحة ما في إنسان لها. هلا هلا هلا
بيا وساكنه فين يا عناية. للا وحبينا كبرنا على ايدينا للشوق اللي في عنينا مدوب حلوين يا عسال ومكرر انا مش متضرر قلبي معاك ما طلعلوش حس. هلأ بدنا نشوف شو مخبى هالبوكال. أنا بدي شيله. يلا إيه. أنت إيدك مبروكة يلا. شو أنا بعطيك؟ أنا بسلم. يلا هات لنشوف. بيروت. بيروت. آه على بيروت. شو؟ ليك لفيت العالم كله أنا. الدنيا كلها شو بدك شفت؟ يمكن إلا الصين واليابان بعد ما شفتهم. أجمل مدينة شفتها وبحبها هي بيروت. ما تنسى نحن قبل الضوء. مش هيك أنا حطيت بيروت تحديداً لأنه أنت نقلت من طرابلس بلحظة سنت بيروت لبيروت اللي هي كانت كل الضوء بحس أنه بريز صحيح يعني فكوا رايحين بريز نحن بس أول كان انطباع كان هيك في كان دهشة دهشة إنه شو هالبلد الحلو الناس كلها بتحكي فرنسي الناس كلها بالشورت الناس كلها مبسوطة القهاوي ريحة البن على الطرقات ساحة البرج عصير العصير والدنيا كلها الريفو اللي كانت في اندهاش كان كأنه مثل دواك يعني وقت نزل أسعد على صحيح على بيروت من الضيعة على المدينة بيروت لن ننسى بيروت ست الدنيا تمام كفي أنا عم بسحب أو أنت بتكفي يلا كمان إيدك مبروك شو قلت لي مبروك ألفيس العرب شو مرتبط فيك كنت حبه كتير كنت أحضر كل أفلامه لألفيس بس شيء. ليه ألفيس العرب هي سموني ألفيس العرب كمان أول كان بالبدايات أول ما سافرت على الأرجنتين 77 كتبوا بالإعلام بتعرف بحبوا الأجانب كتير هونيك وكذا فكتبوا ألفيس العرب وليد توفيق كان يعني لك بطفولتك هالمغني وما زلت أنا بعشق صوته وبحبه سبحان اللي خلقه على المسرح حضور نحن ما كان بنت كنت خطفته يعني يلا اختفلنا ورقة ثالثة سلاح بعرف كان في طير صغير شو بو سلاح كنت أحمل سلاح كنت أحمل بأولتي إيه بس مش عطول يعني أوكي. كنا بس ننزل من طرابلس لبيروت أيام أول حتى على استوديو الفن أول مشوار على استوديو الفن كنت حاطط نازل جاهز نازل مسلح نازل على الجبهة بي زرع فيني العسكرية فأجع بطني وقت سيمون عم بيسلم علي أم لا في فرد قال لي شو هيدا قلت له فرد قال لا فرد وفن ما بيمشي الحال ونشال الفرد ونشال وقتها يلا خوف شو الخوف اللي كان بطفولتك وبعده مرافقك الخوف اني افقد انسان بحبه كتير هذا اكتر خوف عندي هلأ عم يزيد عندي انا عندي نظريات بالحياة بعمرنا احنا وشباب ما بيموت كتير ناس تعرفهم صحيح كنت تعرف ناس كبار بالعمر شوي لما بتوصل لعمري انا في ناس كبروا كتير راحوا فبصير في عندك خوف تفقد بعد احبها او بعد ناس ما بدك يكون يفلوا هذا الخوف دائما صار موجود يعني بس اللي بيضلوا موجود طيب لو هلا بدك تكتب ورقه كلمه على ورقه وتحطها هون اي كلمه بتكتب شو بيخطر على بالك كلمه واحده كلمه يا رب يلا كانك حطيتها يا رب يا رب وليد ابن طرابلس الولد اللي ما تابع دراسته لحق شغفه وحلمه شو اخذت من صفات الوالد والوالده اهم صفات اخذتها من والدي الصدق والثقه بالنفس والطيبه والوالده اخذت كل شيء حلو صوتي الحلو غنائي الحلو
واخذت كمان شغله مهمه كثير، التسامح. كانت قلي يا امي احلى شيء بالدنيا انسان يسامح، ليش الانسان بده ينام وزعلان؟ فشغله كثير مهمه اخذت منها التسامح، وكانت مكافحه هي. كنا 10 بالبيت، اخذت كمان الكفاح. الام شغله عظيمه كثير. لشو بتفتقد من طفولتك؟ لشو بتشتاق؟ بشتاق لاصحابي اللي ما كنت اقدر اقعد معهم لانه كنت اشتغل. بشتاق ل الاشياء اللي ما مارستها بصغري، ما فيني مارسها بس اكبر، لانه ما فيك تعمل شيء اللي بتعمله انت وصغير. وهي نصيحه لكل انسان، اللي فيك تعمله انت وصغير او انت وشاب ما ممكن تقدر تعمله وتحس فيه بس تكبر. تربيتك لاولادك بشو بتشبه تربيه اهلك لك؟ بشو بتختلف؟ اكيد حيكون فيها شيء من تربيتي، لكن كمان كل جيل له عالمه. ولما بكون زوجتك كمان إلى تربيتها الخاصة وعقليتها الخاصة، فبينجمعوا مع بعض وبيعطوا نتيجة تربية صالحة الحمد لله. بشو اختلفت عن تربية أهلك إلك؟ اختلفت إنه اليوم صار بيقدر يعبر عن رأيه هو صغير. نحن بهالعمر كنا، وحتى بأي عمر صغار، ما نقدر نقول الحقيقة، ما نقدر نتطلع حتى بولدنا إحنا وعم نحكي. اليوم لا، جيل اليوم بيبقى متحرر أكتر، مع اني انا بحب الجيل القديم اكثر والطريقه مثل ما قلت قبل، هالتربيه يمكن الصارمه بتأيدها اكثر. ايه زياده، يعني زياده، انا بحب اكثر التربيه القديمه. شو اخذ منك الضوء؟ شو اخذت الشهره من جواتك من داخلك؟ اعطتني كثير، اعطتني كل شيء كنت احلم فيه. اخذت مني اني اكون انسان طبيعي وين ما اروح، اني اقدر اكون انا وليد تتونجي. هيدي اخذتها مني، خصوصيه يعني، خصوصيتي. وانا من نوع اللي ما بعرف اكسر بخاطر حدا ابدا، حتى اذا انا عم باكل بيجي يتصوروا معي انا وماشي بالطريق، حتى ولدي صار يهربوا مني اذا كان رايحين معي على المول لانه بينقلبوا لمصورين. انا هالشيء هذا بشكر الله عليه، لانه محبه الناس هاي انك تستمر 50 سنة والضو عليك والضو عم بيلاحقك، فهي نعمه من رب العالمين. بس ما اخذ الضو شيء من جواتك، من وليد الانسان؟ لا ابدا، ما تغيرت ابدا ابدا ابدا. ويوم اللي بتغير بكره نفسي. يعني مشوارك الانساني والفني والحياتي لهيدي اللحظه قد ايه فعلا؟ اذا هلا بدك تقول قد ايه راضي عنه؟ ما في حدا ما عنده اخطاء، ما في حدا ما عنده دعسات فاشله اوقات، ما في حدا ما ساعات القدر ما بيكون مثل ما انت بدك، لكن بيكون لصالحك ساعات. انا بحمد الله على كل شيء الحمد لله. شو الحلم اللي ما تحقق كنت تحلم فيه؟ الحلم اللي ما تحقق عندي اني اشوف لبنان بلدي، اغلى ما عندي، اغلى ما عندي هالبلد، اني اشوفه بلد مرتاح. صرنا من السبعينات لهلا منعاني بنفس المشكله، وكل ما مفكر راحت الطائفيه والمذهبيه بيرجعوا بيشعلوها من تاني وجديد، وكانها ما غابت ولا ثانيه بل عم تقوى. حلمي اشوف لبنان مثل ما انا ومثل ما كل لبناني صادق بحب الكل، يشوفه بالطريقة اللي بيشوفه مثل ما هو بيحبها. شي مرة أو شي يوم فكرت تنسحب من الضوء تعتزل؟ ما في شك، يوم اللي بحس الفنان مثل الملاكم، خد بالك، يوم اللي بحس الناس ما عادوا بيطلعوا فيه بشغف أو بيتابعوا أعمالي أو شغلي، مش عايب أبدا أني أعتكف للأعمال الخيرية للأعمال الإنسانية، استغل الاسم اللي بنيته لأشياء تفيد الناس. كيف توصف الوقت أو الزمن؟ ما بعرف ليش عم حسه، بس كبرنا سريع كتير صار. كنا زمان نحس بالسنة، اليوم صرنا بنحس بالسنة كأنه شهر. امبارح كانت راس السنة، صرنا بالصيف. هل هو كتر مشاغل العالم؟ هل هو كتر ما صار الزمن سريع؟ هل هو كتر ما نحن صار براسنا مثل الكمبيوتر صار مليان؟ ما عم بقدر أفسرها أبدا. المشوار اللي عملناه اليوم عملناه هيك داخليا وجدانيا اكثر من ميدانيا، ورجعنا على الذكريات، على اماكن، على الصور، شو ترك هيك فيك انطباع؟ شيء حلو صدقني من كل قلبي اليوم، بكل صدق كنا عم نحكي، بكل شفافيه، رجعني لاشياء بحبها كثير بفتخر فيها، بداياتي، عزباتي، حتى وقت اللي كان ما معي اشتري الهديه لامي، بفتخر بهالاشياء اني قدرت اجتازها الحمد لله، وقدرت أوصل لمكان معين يكون إلي قيمة في الحياة، إلي مكانة، وأهم شيء إلي شخصية، لأنه الفنان
إذا ما عنده شخصية بيكون مثل أي إنسان تاني، فلما بيكون عندك شخصية معينة بتصير قدوة للناس أنت، وهذا الشيء أنا بعتز فيه الحمد لله. وليد أنا بدي أشكرك على هالنهار، على الرحلة، والرحلة الأهم أنك سمحت لنا نفوت على عالمك، على ذكرياتك، على صورك، على العيلة، عند الوالد، عند الوالدة، وهالمطارح الحميمة بحياتك وذكرتك أنك تشاركنا فيها. كل الشكر لكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا، المخرج والمصورين، وحضرتك أنت نجم كبير منحبك نحنا. تسلم. وهالشاشة روتانا اللي هي الـ LBC روتانا كمان إلى مكانة خاصة عنا، وجمهورة اللي بيشاهدنا أنا بحييهم كلهم. بدي أتركك مع كاميرتك تتطلع فيها وتقول أنا وليد توفيق بعد 20 سنة بشوف حالي وكفي الجملة، بهالمطرح عم بعمل هيك. أنا وليد توفيق توتونجي، وليد توفيق اسمي الفني، بعد 20 سنة إن شاء الله الله يعطيني العمر إني أكون معكم، بحبكم كتير.